فلت على رجلي فلت على رجلي ده ايه الغلب ده يا ربي؟ والله فكرة. ما تبصي هنا. ايه الغلب ده يا ربي؟ يعني هو بالعافية يعني يا بابا بقى؟ اه بالعافية، في مانع؟ هو بقى على ما أظن بقى حسب القوانين الإنسانية من بدء الخليقة أن أبدي رأيي. طبعا من حقك تبدي رأيك، بس أظن أنا كمان من حقي أبدي رأيي. من حقك؟ إيه رأيك؟ لا 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 يا بابا علي. لا لا أنا مش عايز أبدي، مش عايز أبدي، مش عايز أبدي، مش عايز أبدي، خلاص خلاص. اعدل نفسك وافرد جسمك. افرد افرد. ايه النضاره اللي انت لابسها دي؟ حاضر يا بابا حاضر. ونزل انت كمان بقى دي بقى. امسك. حاضر. في بقك. حاضر اهو. عجل اعوجها كده. ايوه كده. ما تكح هتموت من اولها. امسك الموطه دي. سلام. انت هتبقى ميشو. بقول لك ايه بقى، على ما اظن ان انا مدرس دراسات محترم. ها وبعدين ما دام انت شملول قوي وافرد ظهرك وشيل النضاره وقضي رايك وبتاع، ما تنزل انت، ما تنزل انت يا بابا، انزل انت. قضي رايي. لا لا لا، فين فين المطر؟ ماشي هنزل انا، بس انت بقى فطين روح معاهم العمليه. فين المطر اللي هشيلها دي؟ لا خلاص احسن تعور نفسك. ركز معايا، انت هتخلي المراقبة وراك انت على طول، وما ترجعش هنا الا لما النهار يطلع. مفهوم يا حيلة يا نيلة؟ مفهوم يا بابا مفهوم. اتفضل انزل. ماشي. يا حر ابوك اسود، انت رايح فين؟ النضارة النضارة. طب اوعى تلبسها. حاضر احطها في جيبي. احطها. طب اتفضل الباب من هنا. ماشي الباب من هنا. ماشي. مش عارف ايه الغلب ده يا ربي. هو نزل. بتمشي ياض، وقفت ليه؟ اتحرك. يخرب بيتك ده بينه بيشاور للمخبر. قلت لك يا سيد فطين ده ما ينفعش. بس خلاص اتحرك اتحرك اهو. يلا بينا احنا بقى نجهز قبل ما يرجع. وانا جاهز.